نرجع بقى لابن رشد. ايوه حضرتك، انا طبعا تعلمت في مصر، كويس. طول سنوات التعليم ايوه كان ذكر ابن رشد في الكتب يكاد يكون مش موجود، ايوه تمام. خصوصا ان انا كنت علمي مش ادبي، ايوه لكن في المناهج الادبيه في بعض نظريات الفلسفيه اشاروا لوجوده. ايوه وفعلا انا عرفت ابن رشد من فيلم يوسف شاهين، كان ايوه اول مره اعرف ابن رشد. ايوه في حين ان ابن رشد عنده مدرسه الغرب تتبعها، ودي المدرسه اللي طورته. ايوه ليه احنا ضد مدرسة ابن رشد لغاية النهاردة؟ آه. وإيه هي مدرسة ابن رشد؟ كويس، اتفضل. عشان تفهم المسألة دي بقى، ليه ابن رشد محرم؟ أيوة، وممنوع ذكره. أيوة، ها؟ ده متهم في الكتب الغربية اللي بتنشر. أيوة، إنه ملحد. ابن رشد متهم إنه ملحد. أيوة، أنا في قصة بقى لازم نحكيها. اتفضل. هو ليه ابن رشد اتبهدل وطهد وكفر؟ ايوه هقول لك دلوقتي ليه يا فندم. هقول لك انا ليه. اتفضل. انا بدأت بالقرن الحداشر. القرن الحداشر كان فيه الإمام أبو حامد الغزالي. ايوه. وكان بيألف كتب كثيرة، من ضمنها كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. أيوة. الفقرة الأولى في هذا الكتاب تقول الفلاسفة المسلمون كفرة، هو بيقول لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية الوثنية. وجاب اتنين، الفارابي وابن سينا، وقعد ينقض أفكارهم علشان هم متأثرين بالفلسفة اليونانية الوثنية، لغاية لما وصل للآخر. هو كان عامل كتاب على هيئة حوار، قالوا وقلت وقالوا وصل لآخر الكتاب، بيناقشوه قالوا له أنت دلوقتي كفرت الفلاسفة، تحب نقتلهم؟ قال لهم تكفيرهم ده بالقطع، نقتلهم؟ ما ردش بقى على نقتلهم، سابها بقى. انتوا حرين بقى، شوفوا الكفار بتعملوا فيهم ايه بقى، اعملوا زي ما انتوا عايزين. انا بس قلت لكم دول كفره، وانتوا بقى اتصرفوا معاهم كويس. ايوه. ابن رشد في قرطبه في اسبانيا، ده في نفس الوقت، في ال 12 بعديه، ال 12 بعديه على طول، ال 12 وجد انه افكار الغزالي تحكمت في المشرق العربي. ايوه تماما. وهو خشي ان افكار الغزالي تغزو المغرب العربي. ايوه. فقرر ان هو لازم يقف ضد الغزالي. افكار الغزالي، ومن هنا كفروه. عمل ثلاث كتب. أيوة. ثلاث كتب ضد الغزالي. فصل مقال، مناهج الادله، تهافت التهافت، ثلاثه. الفكره الاساسيه عنده بيقول انك انت قدام نص ديني. ايوه. وانت مؤمن بيه. ايوه. بس من حقك تعمل عقلك في النص الديني عشان تفهمه. في التفسير. ايوه. طب ما احنا عندنا حتك اكتر من تفسير مختلف عن بعضه في الدين والكبار مشايخنا. ايوه. بس هقول لك نقطة مهمة. اتفضل. أنا هأجل شوية مسألة لفظ التفسير، بس هجيله عشان أوضح لك. حاضر. هو قال إنه أنت من حقك إنك أنت تعمل عقلك عشان تفهم النص الديني اللي أنت آمنت بيه بقلبك. تمام. طيب، لما تيجي تعمل عقلك في النص يحصل إيه؟ فابن رشد قال هقول لك الآتي. هو النص الديني له ظاهر وله باطن. لما تاخد الألفاظ على ظاهرها دي مسألة، ولما تاخد الألفاظ نفسها في باطنها دي مسألة أخرى. أيوه. طيب، إمتى آخد النص في باطنه أو أكتفي بظاهره؟
فابن رشد قال الآتي. قال إيه؟ قال أيوه أنت أنا شايفك متشوقة كويس. قال لي قال إذا أنت لاحظت أنه المعنى الظاهري للنص الديني أيوه موافق عقلك خلاص ما فيش مشكلة مش محتاج تبحث لا خلاص أيوة. إذا أنت لاحظت أنه المعنى الظاهري للنص الديني مش راكب في عقلك فيجب أن تبحث ابتدي بقى اعمل عقلك واديني فهم بتاعك للنص الديني هو بقى سمى لما أنت تيجي تعملي عقلك في النص الديني عشان تفهميه وتكتشف المعنى الباطن ابن رشد بيسميه ده تأويل 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 أمال ليه كلمة تأويل يا فندم بتؤخذ دايما على اللي بيقول كلام لم يحدث يعني هنا في العامة أيوة. يقول لك ده بيأول كلام بيأول كلام يعني بيقول كلام ما حصلش كذاب لا أيوة هو بيقول معنى آخر لكن تأويل دي مش معناها المعنى اللي أنا بقوله ده التأويل إعمال العقل التأويل هو إعمال العقل هو إعمال العقل ولذلك ابن رشد عرف التأويل تعريف جميل جدا قال انه التأويل عبارة عن اخراج اللفظ من دلالته الحقيقية اللي هي الدلالة الحسية يعني أيوة. الى دلالته المجازية يعني اللي يدخل وراء النص يبحث فيه أكيد. إلى أن تظهر المعنى الحقيقي وراء النص لا ده المعنى الحقيقي المعنى الحسي الحقيقي ده الحسي لا هو ينقل على المجاز يعني مثلا هقول لك إذا قلت إنه الله يجلس على العرش أيوة هل في عرش؟ لا ده مجازي هو جالس؟ ده مجازي برافو عليك هنا بقى يبقى في تأويل في إعمال العقل أشكرك احنا نقف هنا أيوة. عند التأويل ان كلمة تأويل هي اعمال العقل ونطلع فاصل